ازي حضرتك مدام مسك؟ اتفضل يا عادل بيه. شكرا. انا مش هاخد كتير من وقت حضرتك، واشكرك انك ما خليتنيش انتظر لوقت طويل، يعني رغم مشاغلك طبعا، كان الله في العون. لا مفيش حاجه، رجائي قال لي انك عايز تسالني عن يوسف محفوظ. الله يرحمه. حضرتك اكيد سمعتي باللي جراله. لسه عارفه حال غريبه، مع اني عندي معلومه ان الفيلا اللي كان ساكن فيها واللي لقيناه فيها مضروب بالرصاص تأجرها عن طريق اصلا. الأستاذ يوسف من قبل ما يجي من برلين لمصر وهو بيشتغل سمسار عقارات، يعني مجال عمله مش بعيد عن النشاط الأساسي لمجموعة شركاتنا. هو مقيم من كام شهر في القاهرة بصفته دي في استراحة إحنا اللي مأجرينها له فعلا، وده سبب وجوده في حفلة الشركة قبل ما حضرتك تسأل. هايل، إجابة منظمة جدا. لا وموثقة بالأدلة، ورق رسمي والله. ما شاء الله. ما احنا كمان لقينا في الشقه بتاعته تقارير طبيه بتؤكد اصابته بمرض نفسي مع ميول للانتحار. يعني كل حاجه مترتبه كويس قوي ما شاء الله. طيب حضرتك عايز ايه تاني؟ في حلقه مفقوده مدام مسك، تخلي اي حد عنده بربع جنيه عقل ما ياخدش المساله باللي ظهر منها وبس. بصراحه ملفك مثير جدا للاهتمام من اول البدايات المتواضعه هنا في شركه دودار نفسها لحد سفرك بره ورجوعك اليومين دول عشان تشتري نفس الشركه، لحد يوسف اللي كان مرتبط بسوزان مرات حازم ديودار اللي اتخانق معاها في الحفله بتاعتك من كام يوم. مش فاهم حضرتك تقصد ايه بالظبط. في ريحه مزعجه في الموضوع ده كله، مش معقوله حضرتك مش شامه؟ يا ريت نتكلم من غير لف ودوران عشان اقدر افهمك اكتر. هو حضرتك مش شاكه ان حازم ديودار ممكن يكون قتل يوسف بسبب غيرته على مراته مثلا؟ ده سؤال ما ينفعش المدام تجاوب عليه حضرتك، شكها من عدمه مش هيؤدي لاي شيء. سيبه يا رجائي، سياده المقدم من حقه يظهر في اللي هو عاوزه، بس اللي انا مش قادره افهمه ليه جاي تسالني انا بالذات عن حازم دودار؟ تروح تساله هو او تسال اي حد من القريبين منه؟ وانتوا مش قريبين من بعض؟ للمره الثانيه في اسئله ما ينفعش تجاوب عليها يا سياده المقدم. وبعدين قريبين ولا مش قريبين؟ علاقة حازم دويدار بمراته أو يوسف خطيب مراته سابقاً ما تخصنيش أنا في أي حاجة. هي دي الحلقة المفقودة اللي أنا أقصدها مدام مسك. تاريخك الشخصي قبل السفر وجوازك من صلاح قنديل جايز فيهم الإجابة. أنا كنت موظفة هنا في الشركة وحققت حلمي القديم وبقيت صاحبة الشركة، بس دي كل حاجة. الشركة بس؟ ولا ابن صاحبها كمان؟ عادل بيه فضلك ده تلميح مرفوض. أنا بعتذر، بس هو الكلام جاب بعضه بصراحه. يعني عموما مدام مسك في امان طبعا، مش بسبب فلوسها والبيزنس والجنسيه الكنديه اللي خدتها على حس استثماراتها في تورنتو ومونتريال بس، لا، لكن كمان بسبب مثلث الشك بتاع الزوج والزوجه الحبيب السابق. كل ده لحد دلوقتي يبقى بعيد عنها وهيفضل بعيد، دي مساله نتاكد منها بعدين. زي ما وعدتك مش هاخد كتير من وقت حضرتك، لكن انا عندي احساس ملوش سبب ان احنا نتقابل تاني، وقريب قوي ان شاء الله. فرصه سعيده يا مدام مسك. انا لازم عن اذنك. اتفضل. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.